هاي اللقطات حصرية وأولية للي صار قبل الحريق بثواني، مثل ما تشوفون الناس محتفلين وهي مثل ما ذكر شهود عيان على رقصة السلو للعروسين هنا قاعة الهيثم أعتقد الملكية. وهاي العروس اللي هواي من التقارير قالوا إنه على أساس هي توفت هي والعريس، لكن من مصادر مقربة من عائلتهم قالوا إن هم يتمتعون بحالة صحية جيدة. وبكل فاجعة تصير أو مصيبة يمر بها الشعب العراقي تطلع وراها قصص أو داخلها قصص حقيقة مؤلمة وتأذي أكثر من الفاجعة هي نفسها. واليوم بسبب هاي الفاجعة اللي صارت بقاعة الأعراس أو قاعة الزوجين طلعوا عايشين وانه ما ميتين مثل ما تداولت بعض وسائل الاعلام، لو تحزن للي صار للعوائل واللي صار. مقاطع الفيديو الله يكون بعون العوائل ويكون بعوننا احنا كعراقيين اللي ما مكتوبه لنا، يعني حقيقه هاي الظروف شوفوها مثل ما تشوفون دائما، بس ما نقول غير انه حسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون.